وينك؟ طيب يقطع من الضيقة. 27 هارت بيت. السلام عليكم، جبت مقطع جديد اليوم، جايب لكم ماب عربي، واليوم ماي محمد فايروس. هاي ايش فين؟ ايش فين؟ ايش في؟ جايبكم اليوم ماب، واحد يقول انه صمم ماب او مابين، فهذا الثاني ماب بيصممه، فراح نشوف كيف. ان شاء الله انه كويس. واحد هاي وش؟ فليب بوتن العب. لا تزبطوا معنا. قبل ما ابدا المقطع لا تنسون تشتركوا في القناه، اللي يشترك في القناه من الجديدين يكتب تم تحت في الكومنتات، واللي يحط كود فيصل يكتب تم للكود، اللي حط كود شوب الله يعطيكم العافيه، نبغى نشوف كله متم، راح احطهم في المقطع الجاي في بدايه المقطع الجاي باذن الله، فلا تنسون كود شوب واشترك في القناه، خلونا نوصل كذا 600,000 اقرب وقت. واللي ما اشترك في القناه الثانيه يشترك، بس مو بلازم متم عاد على هذه، وقناه محمد في الديسكربشن يعني. خلونا نبدا، بسم الله. جو. الو. ها شو السالفه؟ اوكي. مكان؟ لا اوكي فهيت انا. يعطيك العافية. ممتاز. سامي ابوي، شوف افضل شيء توا. انتبه انتبه. ايزي يا رجال. افضل شيء في سكيب. في سكيب يعني تقدر. بس انه مستحيل ولا؟ لا لا تقدر بسيطة. اوه. تقدر. ساتر. وات؟ سامي بوي تبغى نط عشان اشوف المكان بس. هي هجت معي الامان، انا زيك ترى. حلو ايزي. يا ساتر في باونسر شفته. اللهم صل على محمد. والله العظيم ان الليفل كاول ليفل يعتبر صعب. هذا انت متاكد هذا دث رن هذا ولا ايش؟ هذا دث دث بدون رن. ايش فيه؟ هل اني انزل على نهايه البونسر تحت؟ الزبده لا تنط على وجه البونسر، نط على نهايته تحت. شوف انا وين وانت وينك انت؟ فيك تنط هنا انت؟ وات؟ دخلوني. ها عند سكيب. دخلوني. سكلتن سكلتن. اوه جبتها. شوف نط والسات السات السات. انت اول شيء وصل اللي بعدها. وصل اللي بعدها. وينك؟ طيب يقطع من الضيقه. انت تشتري جوال اصلا عشان اسوي هذه؟ واضح انها ايزي ايزي يا رجال. هذه في احد يوقف عليها؟ هذه انا توقفت عليها 70 مره. وش اللي كأنك بنت قصدك؟ لا والله مو قصدك. قال القم اسكلتن. انا اشرح لك البونسر، بس اضغط السات عشان توصل للطرف اللي تحت على اليمين، اي في الزاويه تحت على اليمين عشان توصل هنا. اوكي بس وانت ناط اضغط اسات هد. اوكي الله يعطيك العافيه، ولا سويت ولا شيء من الشرح. والله العظيم شوف والله اني ضغطت علقت على السات. علقت على السات في هذه الله يعطيك العافيه. ايوه صح والله ممتاز. كيف حالك؟ يلا ادخل. انا قال لي بهوش. خذيت بس التشيك بوينت؟ اي لا ما عليك تعب. ما في فايدة، حجرته كل ما حجرتك ما في فايدة. يا أخي أسطورة. أرحب يا الأسطول البحري. دقبة. وخر. ادلف. يا الله إنك تديله يا ربي. يا ساتر، هذا يمشي يسار، زين هوش هذا. هوش هذا. ومشي. الله العظيم ايزي يا رجال ايزي. انا اقول لك ايزي يعني ايزي. والله يا يعني انه بطيء بطء اعوذ بالله. اوه اوكي وش هنا؟ سكيب. شوف ليفل ثلاثة كيف اكبر مننا. يا ساتر يا ساتر. هذا حق السكيب. اوكي هذه الاشياء لعبتي دائما. اي لا بس ها ها ليش ركيت فوق انت؟ اوكي ليش رقيت فوق؟ ما ادري دخلت كذا في هذا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لقد تم هداك على طريق خطا. لقد ها؟ لا انا شفنا من هنا. لا هنا هنا شوف 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 شوف. ها؟ سم؟ اوه اصبر. لا تقول لي كذا غلط قاعدين نمشي. بيض الله وجهك. وين اجى الطريق صح؟ اوه شكله رقوا ثم من ورا صح؟ لا والله ما تزبط منه، شكله رقتين ثم من وراء، صدقني. وصلت انت؟
ترى اتوقع ما في فخ. شكله هنا صور. والله العظيم جبتها يا اخي جينيوس. 200 اي كيو. اصبر هني مديك تدخل. شوف تلمس رجلي بتلمس رجلي يا اخي انت نحيف. الريوس على الريوس على الريوس يا سكلتن سكلتن. هذا وش هذا يا واد علقت. كيف سوها بالريوس؟ ما ادري تفرق اصلا ولا لا، بس وصلت لها. لا مستوى مستوى مستوى. انت لو تشوف شكلي وانا قاعد ارقص معها يا ساتر. وش ذا؟ اوه سكن طماطه. طيب تعال تعال شوف تو يوز كود في اس ال. شكرا لك. لا طلع في واحد والله اعطونا مو بسبرايز سربرايز سربرايز. نقول سبرايز. اوكي اللي بعده ربنا يستر. لا ما طيح. اوكي هذه مرحله سهله جدا. اشوف قدام مكتوب هاي مرحله سهله جدا. وين سهله؟ الله لا اتوقع هاي. اتوقع شفت هذه اللي تحت لازم تنط عليها وتنط اللي بعدها على طول. اي كذا كذا انا سويتها قبل شوي. طبعا مديك تنط على الثانيه على طول من البدايه. انا قصدي قبل ما نط على الطماطه ذي. شوف وينك هو تنط عليها بس انا ازحلق شويه لان اوكي. الله يسلم يا احنا صرنا فاشلين في الباركور بالحرمانه. يعني تكلم عن نفسك حبيبي. وانا مفاشل اوف وصلت. نطت على قدام. في واحدة صغيره. اهلين. اي صغيره على اليمين. هذه طحت فيها قبل شوي انا رحت دعمت على طول. هذه بعدين هذه بعدين تموت بعدين ركبها. اوكي خلينا نشوف هذه. هي يبيلها تركيز. خلصت اي زي امي. لكن صاير بالدنيا سام داري رحت من اول. طيب خذ اليسار وانا باخذ على اليمين. يقول لك هنا هذه مرحله سهله جدا. استعمل مسدس بجانبك تتحول الى اي شيء. هذا اي شيء نتحول. ديم اوه يحترق بعد. اوه في اوكي. لا 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 تنط وانت عندها. لا نط من قبل يا ساتر. طيب ها قول له لا تكفى اخوان. في شيء اسمه الدثران، في شيء اسمه عذاب رن. هذا العذاب رن. اوه اصبر لا ما ينفع. صدق يمديك تهوش هذا؟ ابغاك هذا انت لما تهوش انا اقدر امشي. طيب امشي. طيب خذ الزون هذا يمشي حلو. بيض الله وجهك تدري؟ بيض الله وجهك انت تدري؟ بلكتني الله يعطيك العافيه. انا ناط الحقيقه. يا ليل راح انت راح. الحقيقه طحت الحقيقه. اخر مره اخر مره. عديت الزون انت؟ اهلين ضيقه صح؟ والله اني اسف. حتى هنا كاتب اسف. والله اني اسف والله. والله اني اسف. جيك وجيك والله لب خويا ما لا ما له دخل. ابعد ابعد يا خاسي بقوة يا اخي. انا قايل لك اصبر لين اجيك. والله ما صدقت ما صدقت على الله. خلني انا بجيك خلني بجيك بجيك بجيك. دراسة الموضوع. يلا يلا شوف دراسة الموضوع. جاك جاك جاك. والله اني نطيت. طيب هاني مو قلت له خلص بس روح وساني. يا اخي يا اخي انت لو منك اثنين قسما بالله. اه صيدك. جاك زون جاك زون. نطيت طيب يا اخي. طيب شوف 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 محمد محمد شوف اذا انت وصلت لهذا وهوشت الفخ ناظر وراك بس. السلام عليكم معاكم قولون بينفجر اليوم. تفجير قولون. في تفجير لايكات في تفجير قولون شيء جديد. والله ركزوا في رجله بس ركزوا في رجله. والله واضح اني غبنت. يزن عندك تنط نطه. يزن عندك ايوه تنط نطه. صراحة هذا صعب شوية يعني ما اقول لك انه مو صعب. يا اخي نطيت. الله يزينك. انت ما وصلت للفخ اصلا. انت
طعم الضيق. الله يلعن. شوف اسمع، انا من رايي السديد انك تكمل الماب، عرفت؟ القولون لان انا حرفيا القولون بدا عندي يهج شوي. انا تقولوني وانا مخلصها. جاك الزوم وراك يا عمري، نط. الله عليك، مستوى غير الماب. ها مستوى ايش طلعت من قلبي يعني للرسموها. محمد ها كلمه فوق، انت عبرانا حاليا. اسف الع، انا اسف. 2000 years later. سلم خلص. كنت بتكلم، كنت بتكلم بس شفتك قلت ما بخرش. يا الله يا الله. لا اخيرا نرجع نتقدم، تقدم. اصبر اصبر اصبر، انا نزل باخذ راحه. اصبر، هذا المحل الاخير. خلصت؟ ويلك اخ راسي من قلب الدور الحين. قلب الدور. يوه يا محمد، اعمل لك ايه عشان تسامحني؟ اعمل ممكن تسوي لي تي بي؟ وانا فاهمك انه اول ما هلا والله لاق، والله لاق، والله لاق. اوه لاق. لحظه لحظه لحظه، ترك ما تعرف انا الماس ايش اسوي. تدري ايش اسوي؟ ارتفع قولونك. شفت كذا كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم ثم الت اف 4. ام الت اف 4 ليه؟ ليه؟ حرام عليك، والله سهل والله. يعني لعل وعسى القولون ينخفض. يعني ايه الله، مكتوب كود في اس ال. يب والله جي جي. يعني سلوم نصيحه، شفت الكود هذاك؟ انتبه تاخذه، انتبه تلعب مره ثانيه. يعني الا اذا في حاله انت تبغى يرتفع عندك القولون عاد هذا الشيء. هين هين. مع انه 10 لفلات، فاكر شفت كم قعدنا فيه. المهم بس كم مخطى اليوم يا اصحاب المبات. هذا الماب رهيب، فكرته رهيبه، بس في صعوبه بزياده. يعني مكثر لك فخاخ، مكثر لك اشياء. اذا بتكثر شيء لا تسوي مبدايه صراحه. يعني زي هذه، شوفوا هذه تعتبر 10 زي كذا. شوفوا الفخاخ، الفخاخ جدا صعبه وحاط فتحه تحت، فهذا شيء مصعبه. فجلسنا فيها يعني فتره طويله. واذا بتحط اشياء ثانيه حط اللي تبغاه، نوع في الماب. عندك افكار مره كثيره، عندي شوف اي ماب خذ منه افكار، وشوف ماب ثاني خذ منه افكار. مو بشرط انك تاخذ كل شيء من ماب واحد او تحط كل شيء في ماب واحد. فبس ها كان عندي قناة حمد الديسكريبشن، كود ماب الديسكريبشن. زي ما قلت لكم، اللي يشترك في القناة يكتب تم تحت، من المشتركين الجدد حط كود VSL يكتب تم تحت بعد. يكمل عليك على كل شيء. شكرا على خير.